كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. زي ما دايما متعودين نبدا مع حضراتكم بالكورونا، زي ما كنا الاول بنبدا مع حضراتكم بكره القدم، لكن دلوقتي بنبدا بالكورونا. بقالنا فتره حوالي اسبوعين او اكتر شويه بنتكلم في هذا الموضوع، ولكن اهم ما يلفت الانظار خلال او يلفت الانظار خلال هذه الفتره وهو حملة التوعية الواضحة جدا من كل الإعلاميين وفي كل شاشات التلفزيون، كل الناس بتتكلم على هذا الموضوع. أيضا حاجة مهمة أخرى بتلفت الأنظار وبشكل واضح جدا أن هناك بعض الأمور اللي بتحدث من المواطن المصري خلال الفترة السابقة. الحقيقة من الواضح أن هناك التزام، أو الالتزام الحمد لله بيزيد يوم مع التاني، أو كل ما الناس بتحس بخطر بتلتزم أكتر وأكتر، والناس كل ما بتشوف ماذا يفعل أطباء مصر وماذا يفعل جيش مصر وماذا تفعل شرطة مصر، الحقيقة الناس بالنسبة لها الموضوع بيبقى أكثر التزاما من السابق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الفترة اللي فاتت كان في بعض عدم الالتزام، كنا بنشوف تجمعات بتحصل أمام البنوك، بنشوف تجمعات بتحصل في الأسواق، بنشوف تجمعات بتحصل حتى أيام الجمعة والسبت اللي هي الأيام اللي بتبقى أجازة، ناس بتاخد بعض وبتطلع الساحل، بتطلع العين السخنة، بتطلع مش عارف فين، تنزل المتنزهات. كلنا زهقانين وكلنا عارفين أن الأمور صعبة جدا جدا جدا، ولكن حياة المواطن المصري هي الأهم بالنسبة لكل الموجودين في الدولة المصرية. الدولة المصرية الآن تبحث عن حياة المواطن المصري. حياة المواطن المصري النهاردة خليك في البيت، هي دي أنسب حاجة وأأمن حاجة، خلي حضرتك في البيت. مش عايزين حضرتك تنزل كتير، إلا اللي عايز ينزل ينزل للضرورة القصوى. الضرورة القصوى فقط هي اللي ممكن تخليك تنزل وتتحرك وتروح وتجيب اللي انت عايزه وترجع بيتك تاني. ولما ترجع البيت كلنا عارفين تغسل ايدك ازاي، او تاخد دش، او تستحمى. يعني دي اهم حاجة خلال هذه الفترة، وهي النظافة الشخصية لكل المصريين. الحقيقة اللي هي دايما موجودة، لانه كل المصريين الحقيقة او معظم المصريين عندهم هذا الموضوع. ده شيء مهم جدا، ولكن في نفس الوقت لما نيجي ننظر للي بيحصل هنلاقي نفسنا سعداء وفخورين جدا جدا بما تفعله الدولة المصرية وبما يفعله أطباء وجيش مصر وشرطة مصر خلال هذه الفترة. في بعض الأشخاص أو بعض المواطنين المصريين بيبقوا مضطرين، وده ممكن نتفهمه شوية أو ممكن نعرفه شوية، إن بعض المواطنين بيبقى عنده شغل فلازم ينزل، لازم ينزل. ده ممكن نتفهمه على الرغم إن هو غلط، ولكن نتفهمه. لكن حضرتك رايح الدنيا زحمة، تلاقي أسواق كده والدنيا زحمة فيها، كأن الأيام كأن الموضوع طبيعي جدا ومفيش ولا كورونا ولا وباء ولا أي حاجة خالص. دي حاجة غريبة بالنسبة لي. بعض البنوك بتلاقي عليها تجمعات كتيرة جدا، ولكن الحمد لله الموضوع ده قل جدا خلال هذه الفترة. ولكن دايما اللي بيلفت نظري المجهودات اللي بتعملها الدولة، المجهودات اللي بتعملها الدولة. مش هقول كل المصريين، ولكن هقول 95% من المصريين سعداء جدا وراضيين جدا بما يحدث من الدولة المصرية خلال هذه الفترة. عندنا الجيش مصر الأبيض، الحقيقة الأطباء، الحقيقة أنا بوجه لهم شكر كبير جدا جدا جدا، الأطباء والممرضين والإداريين في كل مستشفى والعاملين في كل المستشفيات والعاملين في كل الصيدليات. الحقيقة ناس بتتعب جدا 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 علشان هم اللي في الصفوف الأولى. يعني لما تيجي تتكلم عن مرض كورونا او عن وباء كورونا هتعرف قد ايه الناس دي بتخاطر بنفسها، بتخاطر بان هي تبقى موجوده دائما في الصفوف الاماميه، هي اللي تستقبل الحالات. فمن الطبيعي ان يحصل تلاقي مستشفى فيها حاله اتنين تلاته، بيحصل يا جماعه في كل انحاء العالم زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفتره السابقه. ولكن في النهايه يظل دائما اطباء مصر هم اللي ليهم كل الشكر وليهم كل التحيه الحقيقه على الفتره السابقه. مش الاطباء بس، انا بتكلم لما بتكلم على الاطباء بتكلم على الممرضين الحقيقه اللي بيبقوا دايما برضو متواجدين في الصفوف الاماميه، بنتكلم على الاداريين اللي موجودين في كل المستشفيات، بنتكلم على كل اللي بيعمل في اي مستشفى او في اي صيدليه، صيدليين اللي متواجدين في كل الصيدليات علشان يلبوا حاجات الناس. زي ما حضراتكم شايفين الكل، رجال الاسعاف، الكل بيعمل عشان صحة المواطن المصري، وأن المواطن المصري بالنسبة لحكومته وبالنسبة لدولته هو أهم شيء في الموضوع كله. بالنسبة لنا هناك بعض الخسائر الاقتصادية، ولكن في النهاية صحة المواطن المصري هي اللي بتهم الجميع.
علشان كده أنا بشكر كل أطباء مصر، بشكر كل العاملين، كل الممرضين، كل العاملين في موضوع الصحة المصرية أو في وزارة الصحة المصرية. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت موجودة في إيطاليا امبارح الحقيقة، وكان موضوع جميل جدا جدا إن أنت في عز الأزمة وفي عز الظروف الصعبة بتلاقي إن المساعدات المصرية متواجدة في أي حتة في العالم الحقيقة. وأنا متخيل إن بلدنا بحكومتنا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية الحمد لله الأمور زينا عندنا زي الفل، زي ما حضراتكم شايفين الأمور ماشية في مسارها الطبيعي. نرجو بس خلال الفترة القادمة بعض الالتزام من المواطن الغير ملتزم، لأن في نسبة كبيرة جدا ملتزمة جدا باللي بيحصل، وشايفين إن الخطر قريب جدا من أي حد فينا. أي حد فينا معرض إن هو يحصل له كده، وأي حد فينا الخطر مش بعيد، الخطر قريب. عشان كده نتمنى إن خلال الفترة القادمة العشر أيام اللي جاية، هي عشر أيام صعبة جدا، نتمنى إن شاء الله إن إحنا نلتزم البيوت على قد ما نقدر. أنا عارف إن الموضوع صعب، وإحنا مجرب وكلنا مجربين وعارفين إن القعدة في البيت صعبة جدا، صعبة لأن أنت بتبقى قاعد في بيت مش قادر تتحرك، مش قادر تروح، مش قادر تيجي، ولكن معلش نستحمل عشان عايزين نرجع الحياة وعايزين نشوف الحياة تعود كما كانت قبل موضوع الكورونا. فنتمنى يا رب إن إحنا نلتزم دائما. وزي ما حضراتكم شايفين، زي ما شكرت الأطباء وكل العاملين في وزارة الصحة وفي الصحة في مصر عموما، الحقيقة أنا بشكرهم جدا على اللي بيحصل وعلى اللي بيعملوه، على دايما تقدمهم للصفوف ووجودهم دائما في المقدمة لمحاربة هذا المرض وهذا الوباء اللي بينتشر في العالم كله. جيش مصر الأبيض دائما سيظل دائما متواجد في الصفوف الأولى، أي إصابات بتحصل، أي أمور بتحصل، إن شاء الله إن شاء الله تعدي وتعدي على خير. أيضا وحضرتك من الساعة 7 بتكون موجود في البيت، الشرطة المصرية والجيش المصري متواجد في كل أنحاء جمهورية مصر العربية عشان يأمن حضرتك من أي لا قدر الله أي حاجة تحصل كده ولا كده ولا كده. عندك الشرطة المصرية متواجدة في البيوت، عندك الجيش المصري متواجد في البيت، متواجد أنا آسف في الشارع من الساعة 7 لغاية تاني يوم الساعة 6 الصبح. حضرتك لما بتقوم الصبح الساعة 6 وبتنزل من الساعة 7 بالليل للساعة 6 الصبح حوالي 13 ساعة، شرطة مصر وجيش مصر متواجدين في الشارع وبيأمنوا حضرتك من كل الأمور، من كل الأمور. مش عايزين حضرتك تنزل، عايزين حضرتك تفضل موجود في البيت، لأنه خلال الفترة القادمة وجودك في البيت هو الأهم، وجودك في البيت هو اللي هيوصلنا إلى بر الأمان. الوجود في البيت هو إن شاء الله اللي هيعدينا من المحنة اللي احنا متواجدين فيها، لأنها محنة صعبة جدا جدا جدا. نتمنى إن شاء الله إن هي تعدي. زي ما حضراتكم شايفين من أول رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لغاية أصغر عامل في الدولة، الكل بيتابع على أن يكون هناك دائما حرص على صحة المصريين، على صحة المواطن المصري. من البلاد القليلة جدا ويمكن البلد الأول اللي بادر وان هو يجيب كل المصريين اللي متواجدين في الخارج على قد ما بنقدر طبعا، او على قد الحكومه المصريه ما بتقدر، بتحاول تجيب كل المصريين اللي متواجدين او العالقين في الخارج. نتمنى ان الكل يلتزم، نتمنى ان الحجر الصحي، عودتك من الخارج تعني وجودك في الحجر الصحي لمده 14 يوم زي ما وزاره الصحه بتقول، وكل الامور يجب ان تتم خلال الفتره القادمه ان شاء الله. الالتزام من المواطن المصري، الالتزام من الحكومة المصرية زي ما احنا شايفينه، ومن كل الوزارات المعنية بهذا الموضوع. نتمنى يا رب ان الامر يعدي وان شاء الله كرة القدم ترجع. انا هتكلم على اللي يخصني، اتمنى ان كرة القدم ترجع، واتمنى ان الحياة تعود بشكل طبيعي عشان حتى ترحمنا من حاجات كتيرة جدا هتكلم عنها دلوقتي، لانه في مواضيع هامة جدا 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 لازم اتكلم فيها مع حضراتكم، لانه الكل بقى بيهبط في كرة القدم يعني، أو لو في كرة القدم في بعض البرامج كده. لكن هتكلم مع حضراتكم في أمور كثيرة جدا تخص هذا الموضوع، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن أطباء مصر وجيش مصر وشرطة مصر.